اه جاهز. تشرب ايه؟ درينك. اه درينك. درينك اسمها درينك دي؟ درينك عصير فريش. والله. طب وبنام بيتجاب من عندي هنا؟ اطلبه هتلاقيه موجود. حسيت ما اعرفش انا المشاريب دي. هتلاقي هنا موجود، اطلبه. انت طلبته وما لقيتوش. بقول لك اه مش عايز سناكه من اوله. ده خطوبه شكلها اعرف كده من اوله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم. اي يا عم بتعمل لك كده في حاجه ولا يا عم؟ ده بتقول لك عايز ادري. ها الدنيا ها درينك. عايز درينك؟ ايوه عايز درينك. في حاجه اسمها درينك ليه؟ جيب لي يا عم اللي عايزاه. لا انا عايز شقه. انت تشرب شاي؟ طبعا شاي. يا بتقول ايش يا عم؟ انا رايح اجيب لكم شاي وما يا عم. اتنين شاي يا عم يا بيه. تقعد معايا في اي كفاية؟ ما فيش الا اتنين شاي. ما هو عصير موجود. لا ما فيش انا عصير. دي العصير دي ما بحبهاش. درينك اشرب. ليه ده؟ لا 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 الخطوبة دي مش هتم. يا غور يا اخ، غور يا اخ، ده مش مستني منك حاجة. روح عند ابوك. الو الخطوبة يا اخ بلا شهر.